حين بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الملك على عمان في ذلك الوقت جيفر ابن الجلندا ابن المستكبر المعولي، وبعد وفاته خلفه أخوه عبد، وبعد وفاة عبد خلفه ابنه عباد، وعباد هذا سقط شهيداً على ثرى عمان أثناء مواجهته لغزو الخوارج لعمان. وهذا ملمح لعله ينبغي لنا أن نتوقف عنده لنوجه كلمة إلى الذين يلصقون الإباضية بالخوارج. فكيف يكون الإباضية خوارج وهم يواجهون الخوارج وملكهم سقط شهيداً في مواجهة مع الخوارج؟